فعاود غادي تخليها في قلبك وغادي تكمدها وغادي تجمع عليه الصف كيف ما كنقولوا حنايا بالدارجه. كيفاش نتواصلوا مع عدواتنا؟ غادي نوصلوا لواحد المرحله اللي نقدروا اننا نتصالحوا فيها مع عدواتنا. حيت شوف الا كانت عندك نيه سيئه وعندك شك في القدرات الفكريه ديالك السلام عليكم، انا هند ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي نهضروا فيه على كيفاش نبنيوا علاقه قويه عندها اساس صحيح ومتين مع الطرف الاخر او مع الاخرين. صراحه موضوع في غايه الاهميه، غادي نهضر لكم فيه على 4 ديال المفاتيح اللي كتطلب صبر، كتطلب مجهود كبير، وكتطلب العمل الدؤوب والمستمر. حيت ما يمكنناش نضبطوا هاد 4 ديال المفاتيح بين عشيه وضحاها، فهذا الشيء كيتطلب خدمه مستمره كل ساعه وسويعه. خصنا نخدموا على 4 ديال المفاتيح باش نحققوا واحد العلاقه اللي هي قويه واللي تقدر تدوم للمدى الطويل او لواحد المده اللي هي طويله. اذا بلا ما نطول عليكم يلا نبداو لا فيديو ديال اليوم. لكن قبل من هذا الشيء هذا كامل، اللي مازال ما اشتركش معايا في القناه يدخل يشترك، يضغط على زر الاشتراك الاحمر، يفعل جرس التنبيهات باش كون صابني ننزل اي جديد تكونوا نتوما اول وحدين كتوصلوا به. الى عجبتكم الفكره ديال لا فيديو، الى عجبكم المحتوى ديالو، الى عجبكم محتوى القناه عموما، ما تنساوش انكم تضغطوا على زر لايك بالنسبه لا فيديو، وتحاولوا انكم تبارطاجيوها مع كاع الاصدقاء ديالكم والناس اللي كتعرفوا باش كومسا تعم الفائده. حيت الصراحه ماشي نتوما فقط اللي كتستافدوا مني، وانما حتى انا كنستافد منكم انطلاقا من تعليقاتكم، انطلاقا من لي لايك ديالكم ومن لي ديسلايكوس. اول مفتاح غادي نفتتحوا به موضوع هذا لا فيديو، واللي هو القدره على التواصل مع الذات. حيت ما يمكنناش نتواصل مع الطرف الاخر وحنا عندنا مشكل في التواصل مع عدواتنا، مع انفسنا ومع شخصياتنا. فهنا خصنا نخدموا على هذه النقطه هذه، حيت الا عرفنا كيفاش نتواصلوا مع عدواتنا غادي نوصلوا لواحد المرحله اللي نقدروا اننا نتصالحوا فيها مع عدواتنا، نقدروا اننا نتقبل ذواتنا كيف ما خلقنا الله بايجابياتها وبسلبياتها. الايجابيات نخليوها ابار والسلبيات نخدموا عليها ونحولوها من نقاط ضعف الى نقاط قوه. غادي تخليك انك تتواصل مع الطرف الاخر وتحاول انك تفهمه وتقرب من شخصيته وعقليته والمحيط ديالو، حيت كيف ما كتعرفوا الشخصيات كتختلف على حساب الفكر، على حساب التصرفات، على حساب السلوكيات، وعلى حساب المحيط اللي كبر فيه الانسان عموما. هذا المفتاح الاول. المفتاح الثاني واللي هو الفكر السليم مع النيه السليمه، وهنا غادي نركز على النقطه ديال التفكير الايجابي والنيه الايجابيه. حيت شوف الا كانت عندك نيه سيئه وعندك شك في القدرات الفكريه ديالك، فكون على يقين ان العلاقه اللي غادي تبنيها مع الطرف الاخر ما غادي تكونش المده ديالها طويله، وانما تقدر تسالي في شهر شهرين او 3 شهور. فدائما نحاولوا اننا نتوسموا خير في داك الشخص اللي باغين اننا نبنيو معاه علاقه. هذا ما كيعنيش اننا منشكوش، حيت النقطه ديال الشك جزء لا يتجزا من الحياه ديال الانسان، ولكن الحاجه الا كانت مبالغ فيها فاكيد غادي تشكل واحد الحاجز ما بينك وما بين داك الشخص اللي باغي تبني معاه علاقه. فالشك عنده ما يكون، غير يكون في حدود الوسطيه والاعتدال باش كومسا انتينا كتستافد وحتى داك الشخص هو كيستافد. حيت ما يمكنناش نعيشو بوحدياتنا، ما يمكنناش نعيشو بلا ما نهضروا مع الطرف الاخر، حيت هذه هي سنه الحياه. غير وكان نختاروا الزمان والمكان والشخصيه المناسبه اللي باغين اننا نبنيو معها علاقه. دوك المفتاح الثالث او النقطه الثالثه واللي هي مهمه جدا في بناء اي علاقه متينه، واللي هي الصدق. الانسان لازم انه يكون صادق مع الطرف الاخر. بمعنى واحد النهار جا ضرك واحد فلان، فعاود غادي تخليها في قلبك وغادي تكمدها
وغادي تجمع عليه الصف كيف ما كنقولوا حنايا بالدارجه، اليوم على غدا، اليوم على غدا، اليوم على غدا. واحد النهار مثلا قال لك غير واحد شي حاجه بسيطه كتجبر راسك رهيف تكون فجرتي عليه، فعود غادي تحمل نفسك ما لا تطيق، غادي تجبدوا عندك، غادي تجرو، غادي تقول له عافاك فلان، راه ديك الموقف اللي عملتي معايا او ديك الكلمه اللي قلتيها لي راه جرحاتني وضراتني وخلت المعنويات ديالي في الصفر وفي الحضيض. بالتالي حتى هو كيحاول يدير مجهود باش انه يتفادى كاع داكشي اللي كيعصبك وكيديرونجيك ويخليك انك تكون في واحد المورال اللي هو هابط. وبطبيعه الحال هذا الانسان هذا اللي كيدير هذا المجهود هذا معاك فعلا عنده نيه صادقه انه يبني معاك علاقه قويه اللي تبقى لسنوات طوال. المفتاح الرابع والاخير واللي غادي نختموا به لا فيديو ديال اليوم واللي هو رفع سقف التوقعات. هذه هي النقطه اللي مازال كندورو فيها، يعني في واحد الحلقه مفرغه. ديما توقع اي حاجه من اي واحد في اي مطعم في اي ظرفيه زمنيه، حيت حنا كنبقاو بشر والبشر قابل انه يطيح في الخطا. اهم شيء انه النهار اللي يطيح في الخطا يتعلم كيفاش يخرج منه وكيفاش انه ينقذ راسه ويخرج باقل الخسائر. فتوقعوا اي حاجه من اي واحد، حيت الا ما رفعتيش سقف التوقعات راه كتضر شخصيتك انتينا من الدرجه الاولى قبل ما كتضر الطرف الاخر، وبالتالي غادي تدخل في واحد العزله وواحد الوحدانيه اللي صعيب باش انك تخرج منها. كنتمنى ان هاد اربعه المفاتيح نكون وصلتهم لكم بواحد الطريقه اللي هي مبسطه وتكونوا فهمتوها. وبطبيعه الحال الا ما فهمتوش شي نقطه من هاد النقاط اللي هضرت عليها ما تنساوش انكم تتواصلوا معايا في التعليقات اسفل هذا الفيديو. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الموضوع هذا وتخدموا على هذه النقاط شويه بشويه ومرحله بمرحله، حيت حتى شي حاجه ما كتجي في دقه واحده. كونوا على يقين ان الحاجه اللي كتاخذوها بسهوله كتمشي في رمشه عين وبسرعه البرق، والحاجه اللي كتتعبوا من اجلها وكتخدموا عليها بالليل وبالنهار غادي تبقى راسخه معكم وغادي تبقى ثابته وصادقه معكم. كيف قلت لكم وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو، نتلقاكم باذن الله تعالى في فيديو قادم. تهلاو ليا فروسكم، سلام عليكم.